بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة. هذه رحلة أحد الأحبة من أعضاء القناة، كانت من كورنيش الخبر، من فندق الميريديان بالخبر، عن طريق جسر الملك فهد باتجاه مملكة البحرين، والإقامة في المنامة في فندق جاردن إن هوتيل. حبيت أنوه بس إنه لابد من وجود 3 تطعيمات قبل ما تطلع من جسر الملك فهد. ما راح تطلع من جسر الملك فهد حتى البحرين ما يستقبل إلا تكون عندك محصن 3 تطعيمات، حتى إنكم ما يعني تتورطون ترجعون أو يرجعونكم. نفسي هواي طيبة قلبي أذتني، تعبتك يا روحي وياي، أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي طيبة قلبي أذتني، تعبتك يا روحي وياي، أنا بحظي غلطان لعبت بحالي لعبك، جنت بالناس وأمان مشيت بنية طيبة، صاحبت الوفي وخان غدر شلون تعلمني انا ويا روح الناس غربه، انا بحظي غلطان لعبت بحالي لعبه، جنت بالناس ومشيت بنية طيبه، صاحبت الوفي وخاف غبي اللحظه، شلون تعلمني انا ويا روح الناس غربه، وعد مني وعد بعد ما على حظي الوي الناس ما قاعد خلي اللي وفوا وياي تقريبا ولا واحد، اريد اعتب على حظي الوي الناس ما قاعد خلي اللي وفوا وياي تقريبا ولا واحد، انا هواي ممنون من العاشرة علموني البجي شلون اللي بروحي شلتهم بسيطة سهلة وتون، لم يفتر وقتهم علي بظهري يحجون الدنيا غيرتهم، انا هواي ممنون من العشرتهم علموني البجي شلون بسيطة سهلة وتون، لم يفتر وقتهم علي بظهري يحجون الدنيا غيرتهم، وعد مني وعد بعد ما ثق ابد ولا انطي مجال كل شي وين حد، وعد مني وعد بعد ما ثق ابد ولا انطي مجال كل شي وين حد، اريد الله يسامح طبعا. هذا الفندق اللي سكننا
هيلتون جاردنين خليج، خليج البحرين او بحرين باي. طبعا الفندق داخل يعني راح تشوفون صور، في جلسات، في كوفيات، في مول، في مطاعم. هذا الفينيوز ملاصق، لا تنزل من هنا على سانسير على الفينيوز. هذا هو كاردن خليج البحرين، هذا ووك يسمونه منطقة ممشى ووك واي أو شيء زي هذا القبيل. وفي منطقة بحرين باي راح نتكلم فيها أيضا عن هذه فيديو في اللاحق في الدقائق القادمة. يعني هذا مسبح، طبعا مسبح حلوي، عندك مطل على البحر من هنا، أيضا مطل على البحر من هنا، والجهة الثانية مطل على ابتعد عني محبتك والشبيب.
غير مات في الدار، جرك الغدير مات في الدار، يا خسايف دولتي لك يا حبيب، يوم قلبي داه ما درى، يوم قلبي داه ما درى. ألف مرة قلت لي بعيوني لمن قلت مثلي إنني ترى ودي أقضي العمر يا عمري ما. ألف مرة قلت لا قلت مقدري قصدي مقدر أحيا يا داعي البلاد. ألف مرة تنتهي ودعتني خاب ظل الشوق خاب جبر. ألف مرة أرجع لدرب اللي سهر والمسافة بين عبادي خطر خطر. سطح كذا. هذه المنطقة اسمها البحرين باي، وطبعا تم يعني تطويرها بحدود مليارين دولار دفن يعني واستصلاح وكل في طبعا من قبل الحكومة البحرينية. منطقة جميلة لكنها جديدة لكن جميلة أيضا. تصميم هذا أخذ عدة جوائز، و
راح تشوفون يعني جواز أخذها جميل التصميم. هذه منطقة اسمها بحرين باي، منطقة مشي ومطاعم وكافيات، وصالة جيم هنا أيضا. أزيد مقام حجازي زي ايش؟ كم حرية عادي؟ قدرانك وخلوك انسى احبابك، لمسة العنين خلاص قفلتي وجنبابك، وانا عاد لنا اوصلنا يحق لكم لنا الله، ولا عاد زل أوطان الله يحق لكم.